صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله سيدي، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وأمسى بنات الوحي من غير كافل، وأمست بنايات الوحي من غير كافل، وأطفالها ما بين باك ونادمين، لا الله فطارت قلوبها، لا الله إذريعات فطارت قلوبها يا غداة هجوم وسط المضايا أباحوا خباها واستباحوا اصطبارا وجرع الأعداء كؤوس المصايا يضربها يا زجر وشمر يروع، ووالدها الكرار يوم الحرايا يا حادي ريضا وبضع ساعة، والله على ركب الإزل ما باستطاع، ها
الراس هل على الرمح يزهار إشعاع ويا الجسد ردان واريه التراي اتمهل يا حادي بالسرى لا تزعجوني ويم جسم اخوي حسين ساعة وقفوني بل كنت اغسل جثتي يا بدمعة عيوني ودموع سكنة والربايا بو الفواطم تمهل يا حادي اندشت النسوان كلها يا هذي تدور سترها يا وهذي طفل وهذي تجر ونا يا على شايل حمل وهذه تصيح نشيل والعباس غايي وخر الممشى ندورايا أطفال النبوايا بالبرها مولايش ما عندكم رواية وعدنا علي على السفاير ما بيه قواي يجذب الون وذوبت قلب المصايا محنا زجر يا حسين من بعدك محنا بسفر وعداك ما بيهو محنا وعلى راس الرمح راسك امحنى يا ابني ما هو بس يدير العلي اويل الا ابني ما هو بس يدير العلي يا هي الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله صدق عليه أفضل الصلاة والسلام لتعجيل الفرج ولقضاء حوائج المؤمنين
صلوا على محمد وآل محمد. من المسائل العقائدية التي يتوجب على المؤمنين على نحو الضرورة الإحاطة بها مسائل تتعلق بالمولى عز وجل الذي له فضل وجود الخلق وبرئه وصنعه. فالله تبارك وتعالى إذا كنا نؤمن به جل جلاله وعظم شأنه فإن مقتضى الإيمان بالله عز وجل يدعونا إلى ضرورة تأسيس القاعدة العقائدية الرصينة التي هي المعرفة. فعلي عليه السلام يقول: أول الدين معرفته، وكمال معرفته توحيده، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده. فإذا لا يمكن أن يكون المؤمن منا موحدا معتقدا بالله عز وجل من دون أن يؤسس قاعدة المعرفة. ولهذا هناك أسئلة كثيرة يتردد صداها في أذهان المؤمنين، ومن أعظم ما يتردد في أذهان المؤمنين من أسئلة عقدية سؤال في غاية الخطورة، إنه قول السائل: من خلق الله؟ من خلق الله؟ هذا السؤال سنتعرض لحلحلته وللإجابة عليه حسب ما يتسع المقام، ولكن هناك بعض المقدمات المهمة التي ينبغي أن نقف عندها. المقدمة الأولى التي يجب أن نقف عندها أن الإسلام الحنيف أعطى مساحة للتفكير واسعة وفسح المجال للمؤمنين أن يرخوا العنان لعقولهم ليتفكروا في كل شيء. فجاء الأمر في القرآن: أفلا يتفكرون، أفلا يتدبرون، أفلا يعقلون. دعوة إلى التعقل. والسؤال هنا: إذا كان الدين الإسلامي يفسح المجال للعقل ليتدبر ويتعقل، فهل أن التفكر والتعقل مطلق؟ يعني هل للإنسان أن يفكر في كل شيء، أو أن الشارع الشريف وضع مناطق محظورة لا يجوز اختراقها والتفكير فيها؟ بالرجوع لنصوص أهل البيت عليهم السلام وللقواعد الدينية، فإن الإسلام فسح المجال لأتباعه ليفكروا في كل شيء. فكر كيف ما شئت وتدبر كيف ما شئت، إلا في منطقة واحدة محظورة لا يجوز لك أن تتفكر فيها، إنه التفكير في ذات الله تبارك وتعالى. ولهذا عندما يقول النبي صلى الله عليه وآله: تفكروا في كل شيء، ثم يقول: ولا تفكروا في ذات الله. التفكير في ما هي حقيقة وما هي كنه ذات الله
الإنسان أعجز من أن يدرك تلك الحقيقة. وقد ورد عنه صلى الله عليه وآله في نص آخر أنه قال: تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الخالق فتهلكوا، ولا تفكروا في الخالق فتهلكوا. ولهذا عندما نزل قول الله عز وجل: وإن إلى ربك المنتهى، الإمام الصادق عليه السلام يعلق على هذه الآية المباركة يقول فيها: فإذا انتهى الكلام إلى الله فأمسكوا. يعني هل أن الدين الحنيف لا يسمح لنا أن نتفكر في الخالق جل جلاله وعظم شأنه؟ إذن لماذا جاء الأمر في القرآن بضرورة معرفته؟ قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. أنا مطالب بالعلم والمعرفة، وجميع العلماء فهموا من قوله تعالى فاعلم، وهي صيغة فعل أمر دالة وظاهرة على الوجوب، ظاهرة في الوجوب، بمعنى أنك لو لم تتفكر ولم تقم الدليل على معرفة الله تعد عاصيا مفرطا مقصرا. فمعرفة الله واجب عقلا وواجبة أيضا نقلا، الأدلة قائمة. فإذا كيف لا يسمح لي أن أتفكر في ذات الله؟ نعم، التفكر في صفات الجلال، في صفات الجمال مسموح لك، في صفات الله الذاتية وفي صفات الأفعال لله عز وجل مفسوح المجال لك أن تتفكر، بأن تعرف الله تعالى بطريقين: إما أن تتعرف على الله تعالى بالطريق الإني على حد تعبير الفلاسفة، يعني أن تسير من الأثر إلى المؤثر، من المعلول إلى العلة، من المخلوق إلى الخالق، كأن ترى الدخان يتصاعد من بعيد فتعلم بوجود ماذا؟ النار. إذا رأيت النار الدخان تقطع بوجود ماذا؟ النار. أرأيت النار؟ لا، ولكن آثارها تدل ماذا؟ عليها. وقس على ذلك أيضا، الله عندما يضرب لنا مثلا بالمنهج الإبراهيمي، المنهج الإبراهيمي ينطلق من قول الله عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق، وبعد وفي أنفسهم. الآيات يعني علامات على الله عز وجل وعلى حكمته وعلى دقة صنعه. أنت تدخل إلى مأتم بني بتصميم بديع لا تعرف بناءه ولا تعرف صانعه، فتقول بناءه متقن، بناءه بارع، فتبدأ تعجب بماذا؟ بالبناء، وأنت لا تعرفه. كيف حكمت عليه؟ آثاره تدل عليه، ترى لوحة فنية فتقف لتتأمل فيها بكل وجودك وتقول: يا له من فنان بارع يمتلك موهبة. أتعرفه؟ جالسته؟ أبدا لا تعرف عنه شيئا، ولا تعرف هويته، ولكنك رأيت أثره فعظم المؤثر في عينك، صار كبيرا لأن أثره يدل عليه. الكون والأفلاك والوجود كلها تصرخ بوحدانية الله تبارك وتعالى. فمعرفة الخالق ليس محال، معرفة الله من خلال خلقه، عندما يقول النبي صلى الله عليه وآله تفكروا في خلق الله، هذا هو الطريق ماذا؟
الإني فلسفيا ومنطقيا أن تأتي للأثر لتصل إلى المؤثر فتعرفه من خلال ماذا؟ آثاره، وتحكم على حكمته وتقول عالم حكيم بديع إلى غير ذلك من آثاره. فإذا معرفة الله من خلال الآثار ومن خلال صفاته مسموح لك أن تتفكر فيها، أما التفكر في كنه ذات الله، التفكر في حقيقة ذات الله، هذا محال، لا يمكن للإنسان المحدود أن يدرك الوجود الإلهي المطلق، مستحيل، ما يمكن. إنسان محدود، أنت على مستوى المثال البسيط، هل تستطيع أن تدخل المأتم في هذه القنينة؟ ممكن؟ لو نقول محال، محال. لماذا؟ لأن المأتم أوسع وجودا، فهو ماذا؟ يحوي القنينة ولا يمكن أن تحويها. محال أن يدخل الكبير في ماذا؟ صغير. ولكن العكس، نعم، نحن صغار بلحاظ المأتم، فانظروا كيف دخلنا في المأتم، ممكن ذلك. ولهذا يا أحبتي علينا أن ندرك حقيقة عقائدية أن التفكير في حقيقة كنه الله وطلب معرفة ذاته من المحالات، ولا يجوز للمؤمن أن يبحث عن حقيقة كنه الله لأن هذا محال ولا يمكن لمخلوق على الإطلاق أن يصل إليه. حتى الأنبياء، معرفة الله عز وجل درجات. أعظم الأنبياء معرفة هو من؟ هو حبيبنا ونبينا أبو القاسم محمد، اللهم صل على، ومع هذا جميع الأنبياء يتفاوتون في معرفة الله عز وجل، ولكن لا يمكن للمخلوق مطلقا، للمخلوق أن يدرك حقيقة كنه الخالق جل وعلا، إذ أن الوجود المحدود محال أن يدرك الوجود المطلق جل جلاله وعظم شأنه. فإذا المقدمة الأولى أن الدين الإسلامي أعطى مساحة لحرية التفكير، فكر فيما تشاء، فإن إعمال العقل يوصل لمعرفة بليغة وعميقة بالله عز وجل، لكن لا تفكر في كنه ذات الله تبارك وتعالى. المقدمة الثانية، من خلق الله؟ هذا السؤال يجب أن نتساءل من أين مصدره، من أين يأتي، ومتى يسأل؟ هذه كمقدمة مهمة جدا قبل أن نجيب على هذا السؤال. من الذي يسأل هذا السؤال؟ من خلق الخالق؟ من خلق الله تبارك وتعالى؟ هذه الأسئلة لها أكثر من جهة. أما الجهة الأولى، الأطفال في مرحلة الأسئلة الحرجة، يمر كل إنسان بمرحلة في مراحل الطفولة تسمى بمرحلة الأسئلة الحرجة، فيبدأ يسأل الأبوين أسئلة يجب أن يستعد الآباء والأمهات للإجابة عليها. ونعني بالأسئلة الحرجة التي تحتاج إلى دقة وحكمة، فيسأل من أين جئت إلى الوجود، فينحرج الأبوان، شي يقولون؟ إذن يجب أن يستعدا لإجابة مقنعة لكنها نسبية. ما نعطي الطفل جميع التفاصيل
بأن هناك علقة بين الزوجين أدت إلى تلقيح نطفة تحولت جنينا خرج من بطن أمه. مو كل التفاصيل يعطى إياها الطفل، لماذا؟ لأن إدراك الطفل يتفاوت ويتغير باختلاف المراحل. لا يمكن أن تقيم دليلا برهانيا فلسفيا وتقدمه للصبي الصغير في الأسئلة الحرجة إلى إذا قال أبتا أو بابا، يسألك السؤال البسيط بابا من خلقني، أنت تقولها بكل سهولة خلقك من؟ بسهولة يعطيك سؤال دامغ، من خلق الله؟ هذا سؤال حرج، من الأسئلة التي تعتبر أسئلة حرجة. فقد تأتي أسئلة تتعلق بقضايا الجنس التي نعتبرها في أعرافنا مناطق محظور السؤال عنها، فماذا تتعامل مع الصبي وكيف تقدم له جرعات في الإجابة مناسبة مع شنو إدراكه، من دون أن تسبب له لوثة فكرية أو انحرافا سلوكيا. فلهذا يجب أن يكون الآباء وأن تكون الأمهات في قمة الاستعداد، إما أن تكون كفوءا وقادرا على الإجابة أو أن تصطحب ولدك لمن يملك الإجابة أو أن تعده بالإجابة فتبحث عن إجابة متقنة تغذي فضول الطفل في مراحله الأولى. هذا فضول طبيعي. البعض من الآباء والأمهات يمارس القمع، وإذا مارسنا القمع قطعنا عملية التعلم. الفضول وسيلة من وسائل البناء المعرفي، والأطفال يتفاوتون في فضولهم. نمي غريزة الفضول، فإذا سأل عن الله لا تقول لي أستغفر الله، وإذا حصل لك كلمة بعد سود الله وجهك، هذا سؤال يسأل، عيب لا تسأل، لا لا مو هكذا يرد على الطفل أبدا. وإذا سأل سؤال كيف جئت إلى الدنيا، على طول يتبادر في ذهن الأب والأم إذا كان لا يمتلكان الإجابة أن هذا سؤال فيه قلة حياة، شلون نقول للجواب استح، ما يصير. علينا أن نتفهم مرحلة الفضول ولا نقمع هذه المرحلة، لأنها مرحلة مهمة. كل إجابة من الأبوين تمثل حركة في التعلم البنائي، يعني أنت تكون معرفة. نعم لا يصح أن نجيب الصبي في المراحل الأولى جوابا كما نجيب الصبي في مراحله المتوسطة، ولا ينبغي أن يصاغ الدليل والبرهان لصبي في المتوسطة يعني إعدادي كمن نكلم فيه من الطالب الجامعي، لا، كل حسب إدراكه ووعيه وانفتاحه. ولهذا السؤال من خلق الله، هذا سؤال طبيعي ستسمعونه من الأطفال، فعلينا أن نتملك الإجابة الصحيحة، لأن هذا يعتبر من الأسئلة ماذا؟ الحرجة. فإذا أول من يقدم هذا السؤال الطفل الصغير. بعد ومن ضمن من يقدم هذا السؤال الملاحدة ومنكر وجود الله تبارك وتعالى. إذا ابتلي الإنسان بالضلال والتيه العقائدي وابتعد عن الله عز وجل ينكر وجود الخالق، وإذا أنكر وجود الخالق تبارك وتعالى، اليوم المدارس الإلحادية متنوعة ومختلفة، فالإلحاد أنواع ويطلق على مدارس متعددة، فمحض الإلحاد أصحاب المدرسة الإلحادية ينكرون وجود الخالق ويرون أن الكون إنما وجد ماذا؟ وجد صدفة،
وأن المادة الأولى، لاحظوا، وأن المادة الأولى التي هي أصل الوجود وعلى مر ملايين السنين، لاحظوا ماذا، تفاعلت وتفاعلت إلى أن تشكل انفجار سمي بالانفجار الكوني. ولما صار الانفجار الكوني بسبب تفاعلات كيميائية، لاحظ، ليست مسؤولة، يعني ماكو واحد طاب بالمختبر وحاط مقادير معينة ليحقق شيء، لا لا، تفاعلات كيميائية عفوية تلقائية على مر السنين فأدت إلى انفجار يسمى بالانفجار الكوني الذي على ضوئه وجد ماذا؟ الوجود. من اللي أوجد الوجود؟ قالوا الانفجار الكوني. هو الله، ما في شيء اسمه الله، شنو الله؟ خالق، ما أكو خالق، فكيف نحجهم؟ شلون؟ إن يقول لهم انزين، ما على قابلين، هذا الانفجار الكوني صار في الهواء والفضاء وفي العدم؟ قالوا لا، في المادة الأولى. تعال جود المادة الأولى، هاي المادة الأولى من خلقها؟ من وين إجت؟ لأنه نحن نشارككم، ما في مشكلة، في انفجار كوني. طيب الانفجار الكوني وقع في الشيء أو في لا شيء؟ إذا في لا شيء يعني ما في انفجار كوني، إذا في شيء، هذا الشيء عبرتم عنه بالمادة الأولى، بالمخلوق الأول، كيف ما شئت. تعال معي، هذه المادة التي وقع عليها الانفجار من خلقها؟ جاوبوا بجوابين. جواب الأول، لاحظوا، قالوا خلقت نفسها بنفسها، وهذا جواب تافه فيه لعب على الأذقان ويصطدم مع قوانين العقل الصريح الفطري، أن المادة هي ماذا؟ ها؟ خلقت نفسها بنفسها، نقطة، يعني ما في خالق. رد ورجعنا، ما في خالق، لا تتعب نفسك أن هناك إله، أن الله موجود، ما أكو. المادة الأولى، ولاحظ يدورون دائما حول عالم المادة ولا يؤمنون بالمعنى، مناهجهم التجريبية ها تقتضي الإيمان بكل ما يمكن إقامة البرهان والتجربة عليه، غير ذلك لا يؤمنون به. والله ما يمكن يخضع للتجارب المختبرية فلا يؤمنون به، والملائكة لا يؤمنون بها، ولا الروح، ولا عالم البرزخ، ولا غيرها من العوالم التي وراء الطبيعة الميتافيزيقا، ما موجود. لماذا؟ لا تخضع لاختبار حسي مختبري. النتيجة قالوا هاي المادة أوجدت نفسها بنفسها، هذا كلام يتضمن تناقضا، تناقض عقلي، والذي يرتطم مع قوانين العقل لا يقبل ولا يتعقل، فكيف يعقل أن الموجود القائم اللي هم يقولون المادة هي اللي خلقت نفسها؟ يعني كانت عدم، مو كذي؟ كانت عدم، جميل، والعدم لا شيئية له، ما موجود. وبعدين هذا المعدوم اللي ما إله أصلا وجود ولا شيئية له قام وأوجد شيء، أي منطق عقلائي يقبل بأن اللا شيء يوجد شيء؟ ما يصير، محال، ما يمكن لهذا المعدوم أن يتحول إلى وجود. ثم أن المادة كيف توسم بصفتين متناقضتين، موجود ومعدوم، ما يصير. إما أن تكون المادة موجودة فلها موجد، ها، أما أن تكون معدومة وموجودة فهذا تناقض، ما نقبل. حتى كبار السن ومن لم يدرس شيئا من يقبل هذا الشيء. أنت تعالي لي واحد يوقف على باب الماتم يقول لك زيد موجود لو مو موجود، تقول له موجود، وفي نفس اللحظة تقول له مو موجود، يقبل هالكلام؟ يقول لك أنت تسخر مني. أما أن يكون داخل الماتم موجود أو مو في الماتم مو موجود، واحدة من هاي الأمور ما يصير. كل إنسان هكذا،
ما موجود إيش خيار ثالث، يا في الماتم يا خارج شنو الماتم. الآن الكون كله هكذا، الآن الناس كلهم في الدنيا إما الآن في الماتم أو شنو برا الماتم، فالذي يكون خارج الماتم لا يكون داخل الماتم، في نفس اللحظة يكون في الداخل وفي الخارج محال. هذا تضاد. اجدوا لي نفس هاي المادة هي نفسها موجودة وبعد وهي معدومة، كيف ما فرض معدوما فرض موجودا، وما فرض موجودا فرض معدوما، هذا تناقض لا نقبله. فإذا لا يمكن، أنت طالع أنا وأنت كل واحد موجود بالماتم، لو رجع إلى الوراء سنة بعد سنة، شباب أبو 20 سنة يقول أرجع إلى الوراء 20 سنة، بعد 20 سنة أنت وين؟ ها؟ أبو 20 سنة يقول أرجع للوراء 20 سنة، بعد 20 سنة أين أنت؟ عدم، ما موجود. أبو 70 سنة آبائنا وأجدادنا الموجودين قل أرجع إلى الوراء 70 سنة إلى الوراء، بعد 70 سنة أين كنت؟ عدم. فإذا كلنا نقطع بأننا سبقنا بالعدم ثم وجدنا، بدليل كل واحد عنده شهادة ميلاد، شهادة الميلاد يعني شهادة الوجود إلى عالم الدنيا، وكنا في حيز العدم. طيب من اللي جابنا؟ تقول أنا أوجدت نفسي بنفسي، كيف يتعقل للمعدوم أن يكون موجد؟ ما يصير، لازم هناك علة أوجدت. ولهذا يا أحبتي قول الملاحدة بأن المادة الأولى أوجدت نفسها بنفسها باطل لا يقبل، ولهذا اتنازلوا عنها الدليل وراحوا إلى دليل ثاني. قالوا شنو؟ أن المادة الأولى ماذا؟ ها؟ أبدية، يعني لم تسبق بزمن لتكون معدومة. يبون يقولون نفس الله كانت ولم يسبقها العدم، ما في لها عدم. المادة الأولى يقولون شنو؟ موجودة شنو؟ منذ الأزل، أزلية الوجود، يعني ما في زمن، يعني لم يأتي زمان لا توجد المادة. متخيلين شي يقولون؟ احنا نقول الله أزلي، الله عز وجل أزلي، ها موجود قبل أن يوجد الأين ويكيف الكيف، ها الله قبل الزمان، الله خلق الزمان. هذولين يقولون المادة موجودة كانت ولم يأتي زمن لم تكن موجودة فيه. نقول لهم هذا كلام بعد علم الفيزياء الحديث سدد لهم لطمة عنيفة. اليوم علم الفيزياء أعطى حتى الكرة الأرضية وفق المقاييس العلمية المعتبرة، أعطى عمر الكرة الأرضية. الآن أكو مقاييس علمية، حتى لاحظ آثار الديناصورات، آثار ماذا؟ الأمم الماضية، يقدرون يطلعون من خلال أجهزة معاصرة اليوم وطرق علمية إلى درجة أن الكرة الأرضية أعطوا عمرها. اليوم قادرين يعطون عمر الكون المادي، العلم تقدم وتطور. وإذا كان للمادة ها عمر، إذا قبل هذا العمر أين كانت؟ عدم. الآن العلم الحديث، وهم يؤمنون بالعلم الحديث ولا يستطيعون أن يتجاوزوا النتائج العلمية، العلم اليوم الفيزيائي يقول كل مادة لها عمر، كل مادة، وعليه فالمادة الأولى أيضا لها عمر. نسأل هاي المادة الأولى اللي صار بها الانفجار الكوني قبل عمرها وين كانت؟ عدم. طيب من اللي طلعها من العدم؟ هذا اللي طلعها من العدم احنا نسميه الخالق، هو الله عز وجل. تبون يسمون العلة الأولى، العلة الفاعلة، كيف ما شئ، هو الله جل وعلا. فإذا الملاحدة يرون بأن قانون السببية قانون رصين، بأن كل مخلوق له خالق وكل مصنوع له صانع. مو مشكلة يجي الملحد المنكر لوجود الله يقول أنا وياكم، لكن تعال إذا كان كل موجود له موجد، الله موجود لو مو موجود؟ ها موجود لو لا؟
زين أنا موجود لولا؟ أنا موجود. طيب الطاولة موجودة لولا؟ طاولة. من أوجد الطاولة؟ أقول أنا. زين من أوجدك أنت؟ الله. من أوجد الله؟ هنا يجي السؤال. هذا السؤال طبعا في مقام الإجابة على هذا سؤال خاطئ، فيه مغالطة. ليش؟ سنبينها لاحقا. هؤلاء يؤمنون، ما عليه يقولون أنتم تؤمنون بأن الخالق الله. زين منو خلق الخالق؟ هذا السؤال اللي جابه الملاحدة. هذا كلام سوفسطائي باطل وغير صحيح، لأن ما فرض خالقا لا يصح أن يفرض مخلوقا، وسنبين ذلك. طيب فإذا الملاحدة الذين أنكروا وجود الله، أكو إلحاد آخر يسمونه إلحاد ربوبي. الملاحدة الربوبيون ما ينكرون وجود الله، يؤمنون بوجود العلة الأولى، يؤمنون بوجود الله، لكن للأسف يقولون هذا الإله بس عند شغلة واحدة بس، شنو؟ أنه أخرج العالم من العدم للوجود، خلق وفقط، يعني له فقط هو علة الوجود. أما التدبير للكون، لاحظوا ما في تدبير. طيب أرسل أنبياء؟ ما في أنبياء. زين أنزل كتب سماوية؟ لم ينزل كتب سماوية أبدا. فلاحظ هذا النوع من الإلحاد. أكو إلحاد لا أدري، يعني هؤلاء يقولون لا نملك الدليل على إنكار وجود الخالق، لا نملك الدليل على إنكار وجود الخالق، ولا نملك الدليل على إثبات وجود الخالق. فالنظرية اللا أدرية دولين قاعدين بالوسطى، لا ننكر الله ولا نؤمن بالله، هذا أمر خطير أيضا. فعلينا أن نلتفت إلى مثل هذه النظريات الخطيرة التي تثار هنا وهناك. فإذا واحد ممن يثير هذه الأسئلة هم أصحاب الفكر الإلحادي. بعد ممن يثير هذه الأسئلة يا أحبتي من يبحث عن الحقيقة، مو لابد عند مشكلة إلحادية، لا، إنسان لم تكن له خلفية إيمانية، فلما عرض عليه الإيمان بطبيعة الحال إذا قلت الله خالق الكون سوف يسأل طيب الله من خلقه؟ فلا بد أن تقيم له برهان على أن الخالق الأول لا يجوز أن يكون ماذا؟ مخلوقا، لأنه يلزم من ذلك سنبين لاحقا التسلسل. فإن كان مخلوق فلكل مخلوق خالق، فالخالق الأول له مخلوق، قالوا إيه، نروح لخالق ماله، مخلوق نعم إذن له خالق، نروح للي خلقه، وهكذا. ولزوم التسلسل باطل، يأتي في بيانه. زين آخر مصادر هذا السؤال الوسواس، الذين يبتلون بالوسوسة العقائدية. الوسوسة تارة تكون في الأمور العبادية، في الوضوء والصلاة والصوم والغسل، وتجيك الوساوس من كل صوب وجانب. أكو أناس ابتلوا بماذا؟ بالوسواس في ماذا؟ في التوحيد، في البعد العقائدي. ولهذا دخل رجل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان مضطربا قلقا، مضطرب جدا وخائف جدا، على أنه يقول أنا نافقت يا رسول الله، لكن النبي كان ملتفتا إلى بلاء هذا الرجل. فقال الرواية هكذا عن الإمام الصادق عليه السلام أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله إني نافقت، إنني نافقت. فقال له النبي، شوف النبي على طول أعطى الجواب بدون ما يتكلم، فقال له صلى الله عليه وآله والله ما نافقت، ولو نافقت ما أتيتني تعلمني الذي رابك، اللي دخل في قلبك. أظن، شوف الجواب من النبي، أظن أن العدو الخاطر أتاك، يعني الشيطان، فقال لك من خلقك؟ فقلت الله، فقال لك من خلق الله؟ في الخاطر في قلبها، انت قلت منو خلقك؟ انت قلت الله. طيب الله من خلقه؟ منو اللي خلق الله؟ فقال الرجل اي والذي بعثك بالحق لكان كذا، اي نعم هكذا جاني وسوسة. فقال عليه السلام ان الشيطان اتاكم من
قبل الإيماء الأعمال صلاة صوم إلى غير ذلك، فلم يقع عليكم فأتاكم من هذا الوجه، يعني راحل العقيدة، لكي يستزلكم، فإذا كان ذلك يعني شعرت بهي الوسوسة العقائدية، فليذكر أحدكم الله وحده، يقول لا إله إلا الله يصرفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن أحدكم يأتيه الشيطان فيقول: من خلقك؟ فيقول: الله. فيقول له الشيطان: فمن خلق الله؟ شوف جعجع إلى الوسوسة. فإذا وجد ذلك أحدكم فليقرأ آمنت بالله ورسله، فإن ذا آمنت بالله ورسله فإن ذلك يذهب عنه. يقول آمنت بالله ورسله، آمنت بالله ورسله، تروح الوسوسة من وين؟ من صدره. فإذا أحيانا هذا السؤال يكون منشأ الوساوس: من خلق الله؟ إذن هاي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة: كيف نجيب على هذا السؤال؟ ما هو المنهج العلمي للإجابة على هذا السؤال؟ هل نجيب عليه يا أحبتي بالقرآن؟ نقول إجابة خاطئة. بالروايات والسنة إجابة خاطئة. بل الصحيح أن نجيب عليه بقوانين العقل. لماذا؟ لأن المنكر لله عز وجل ما يمكن تقنعه وتجيب إليه الدليل من القرآن، لأنه أساسا لا قيمة للقرآن عند الكافر، أساسا قيمة القرآن فرع قيمة الله. من آمن بالله آمن بماذا؟ آمن بكتابه، وإذا لم يؤمن بالله فلا قيمة للكتاب. تجيب إليه السنة النبوية يقول إليك الكافر: وما قيمة السنة؟ تقول هذا كلام النبي، سيقول لك: ومن هو النبي؟ ما يؤمن به. الكافر الذي لا يؤمن بالله لن يؤمن بكتابه، والكافر الذي لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وآله لن يؤمن بسنته. فلهذا إذا أردت أن تقيم الحجة والدليل تجيب الدليل العقلي في العقل الصريح. لما نقول العقل الصريح، العقل النوعي. شلون العقل النوعي؟ شوفوا يا أحبتي، إحنا رجال ونساء، الله عز وجل أعطانا العقل، وما من إنسان إلا ويشترك معنا في العقل. إحنا أنواع، لاحظوا كرم الله السامعين، الفرس ها كل فرس صاهل، عدل مو عدل؟ ها شو تقولون؟ كل فرس صاهل، ما دام فرس لازم يصير صاهل، زين. وكل حمار ناهق، ما دام حمار لازم شنو؟ يكون ناهق. وكل إنسان ناطق، يعني مفكر، ناطق مو بالألفاظ، لا، النطق المنطقي والفلسفي، يعني مفكر. وكل إنسان ناطق لازم، ما دام إنسان لابد أن يكون مفكر. هذا العقل الذي يحمله جميع البشر يتساوون فيه في مجموعة من القوانين موجودة عند كل الناس، ما حد يقدر ينكر القانون. القوانين العقلية مشتركة عند جميع الخلق. إذا قالوا لهذا إنسان، إذن عند قانون عقلي. هذا إنسان، إذن عند نفس القانون. أنت إنسان، أنت عندك نفس القانون. نعم، بعض القوانين بديهية ولكنها غائبة عنا لأنها مو تحتاج إلى إقناع، تحتاج إلى تصور. أقرب لك بأمثلة الآن. أن الجزء أصغر من الكل. روح إلى امرأة مسنة أو رجل مسن جدا وقل له: هل هذا كلام منطقي أن الجزء أصغر من الكل؟ يمكن يسكت. أو تقول له: أن الكل أكبر من الجزء؟ يتردد، يقول: ما أدري. قول له، قل له: المطبخ في البيت أصغر من البيت، بيقول صح. شوف طلعت أنت، جبت الآن تصور صار زين. وأن البيت أكبر من المطبخ، بيقول صح. من يحتاج هذا فلسفة ولا منطق؟ هاي الأمور قوانين عقلية، بأن الجزء
أصغر، تقول له رجل الطاولة أصغر من الطاولة، ما يقول ما أحتاج أفكر بعد، هذا قوانين طبيعية أن سطح الطاولة أو الطاولة أكبر من رجلها، هذه قوانين بديهية بالبداهة، بس تحتاج إلى التصور. كثير من القوانين مثل قانون التناقض، قانون التسلسل، ها؟ اجتماع النقيضين، هذه قوانين عقلية تستلهم من أجل ماذا؟ ها؟ دفع الحجج الباطلة عقائديا. ولهذا يا أحبتي لما إحنا عندنا عقيدة، هي العقيدة شلون ندافع عنها؟ نحتاج أن نتعلم مفاتيحها. أنت تقول لي هذه المفاتيح العقائدية والفلسفية جافة، أدري جافة، بس إذا توقف الدفع عن عقيدتك لا يجب أن تتعلم، لابد. أنت تقول أنا مريض بس لازم يعطوني إبرة تعور، تعور لو ما تعور تؤلم، لكن لأن عافيتك تستقيم بهذا الألم. نفس العملية، المعارف الفلسفية والعقائدية والعقلية الجافة اللي بعض المؤمنين يقول صدع راسنا الشيخ اليوم، وش هالنظريات وهالأفكار، بحث جاف. ما علينا، هاي مباحث لابد أن تتحملها، لأنك إذا تعرفت عليها استطعت أن تسور عقيدتك، تسورها، تخليها لها درع منيع ما يمكن أن تخترق. ولهذا شو السبب اللي بعض أولادنا يروحون إلى الدراسة في دول أوروبية ويرجع عند لوثة من الشكوك العقائدية، واجد يرجعون وعند استفهامات عقائدية خطيرة ما محصل لها جواب، لأنه ما تعلم تلك القوانين. وديننا منسجم تماما كل الانسجام مع قوانين العقل، ها، ماكو تنافر. فلهذا يجب أن نتعرف على ذلك. ولهذا مثل هذا السؤال، من خلق الله؟ هذا أولا سؤال باطل، أنا ما أريد أترك البحث لأن الإجابة عليه طويلة، لكن ما أريد أترك معلق، لكن أعطي جوابين. أولا يستحيل أن يكون لله خالق. ليش؟ أولا لأن نفس هذا السؤال خطأ، هذا السؤال فيه مغالطة، على حد تعبير الفلاسفة فيه سفسطة، يعني السوفسطائيون هم الذين يلعبون في الألفاظ من أجل الإدخال في شبهة. شلون تقولي من خلق الخالق؟ الله مو الخالق، الله الخالق لو مو الخالق، فأنت سؤالك من خلق الخالق، ما يصير، هذا سؤال خاطئ تماما. ليش؟ لأنك فرضت الله خالق ثم تسأل عن مخلوق، تقول من خلق يعني تقول مخلوق، وإذا كان خالق ما يصير تسأل عنه على أنه مخلوق، وكل خالق الله خالق. زين، من خلق الخالق؟ إذا ليه خالق؟ إذا هو مخلوق وليس خالق. هذا مثل شنو في الأسئلة؟ واحد يقول لك الضلع الرابع للمثلث كم طوله؟ تقبل؟ كل سؤالك غلط أصلا، شنو الضلع الرابع لمثلث؟ هذا حط عليه إكس، هذا يشوف المغالطة. بس يضل واحد مسكين إذا ما يعرف يقعد يفكر صيد كم طوله ويضل يفكر، لا، قل له سؤالك غلط. الضلع الثاني في الدائرة أطول أم الضلع الأول؟ شنو الدائرة ما فيها أضلاع أصلا؟ قل له سؤالك من الأساس خطأ، ما يحتاج الإجابة عليه، نفس السؤال خاطئ. هذا نفس السؤال من خلق الخالق، سؤال خاطئ عقلا، لأنك تقول أن الخالق الذي كان هو الخالق تفرضه مرة أخرى وتقول من خلقه، يعني شنك تقول من خلق المخلوق، من خلق المخلوق، وإحنا فارضين الله خالق وليس مخلوق، هذا واضح. ثانيا أننا يجب أن نفرق بين شيء مهم، الفرق بين التعقل وبين التصور. شلون يعني؟ هل كل متعقل متصور؟ شو تقولون؟ هل كل شيء يقبل العقل عندنا إلى صورة؟ مو دائما. الآن الموجودات ثلاثة، واجب الوجود، ممكن الوجود، ممتنع الوجود.
الله واجب الوجود، أنا وأنت ممكن الوجود، يتساوى وجودنا وعدمنا. أكو موجود آخر يسمونه ممتنع الوجود، وهو الشريك الباري، شريك الله ممتنع الوجود. بس إذا كان ممتنع الوجود وش يجيبه هنا؟ متخيليش له؟ نقول هذا نتصوره، نتعقله، لكن لا نتصور. من شاف منكم شريك الباري؟ أحد شاف منكم شريك الباري؟ مع أن أنتم لما أشرح وأتكلم أقول شريك الباري محال، باطل أن يكون لله شريك، وأنتم تتقبلون المعلومة، ها مو كذي؟ وعندكم تعقل أنه لا يمكن أن يكون لله شريك، لكن من هو شريك الباري؟ ما عندك تصور إليه. نفس الشيء، أن الله عز وجل خالق لا خالق له، الله خالق لكن لا خالق له، تتعقل هذا الشيء، لكن تبي تتصوره ما تقدر تتصوره، مستحيل تقدر تتصور. كثير من النظريات في الفضاء العلماء حطوا إلها أرقام كلها متعقلة، يصورونها ما يقدروا يصوروها. قوانين الكهرباء أرقام وحسابات، أنت تتخيل تقدر تعطي تصور للكهرباء؟ ما عندك تصور إلى نفس الكهرباء، لكن عندك تعقل للكهرباء. كثير من القوانين متعقلة يقبلها العقل لكن ما تقدر تتصورها، فتقبل بأن الله خالق لا خالق له. طيب كيف يصير أبدي؟ أبدي كيف تتخيل شيء موجود كان ويستحيل أن يأتي زمن أنه ليس موجودا، بل هو الذي خلق الأزمان وأين الأين وكيف الكيف؟ هذا يحتاج إلى ماذا؟ تعقل. ولهذا يا أحبتي نقول بأن من الأدلة الدالة على بطلان هذا السؤال أيضا التسلسل. شلون تسلسل؟ إذا كان الله خالق وقال من خلق الله، فإن كان لله خالق، بس هذا الله مو خالق، إنجيل اللي خلق الله، هذا اللي خلق الله موجود لو مو موجود؟ إذن له موجد. نروح للثالث، والثالث نروح لمنه؟ الرابع، والرابع للخامس، والخامس للسادس، إلى ما لا نهاية. العقلاء والعلماء والفلاسفة كلهم يقولون التسلسل باطل، لا بد أن ننتهي إلى علة العلل، لازم تنتهي إلى علة العلل، علة خالقة ليس لها مخلوق. والحديث طويل في مظانه، خلونا نعتبره الليلة إثارة. إثارة أقام عليه علماؤنا أدلة وبراهين كثيرة. للأسف أن بعض الملاحدة ومن ينكر وجود الله ها يضرب على هذا الوتر، وقد وقع فيه بعض أبنائنا في شبهة، مع أن السؤال أساسا هو خاطئ والبراهين كلها على ضد هذا السؤال، فعلينا أن نراجع. كلما ابتعد الإنسان عن معرفة الله عز وجل انعكس ذلك على سلوكه. شلون؟ القريب من الله يعيش الرقابة، القريب من الله يخاف من الله، بينما البعيد عن الله يكون جريئا على الله. ارجع إلى كربلاء مثلا، شوف شلون الإمام الحسين عليه السلام كان مع الله، لكن تعال إلى ابن سعد وإلى شمر ها، وتلك الطغمة من الأعداء الذين انسلخوا عن معرفة الله عز وجل فتجاسروا. مو القيمة يا أحبتي بالمعرفة القشرية، وإلا قطعوا رأس الحسين عليه السلام. وشنو قالوا؟ الله أكبر، وكبروا الله. عجيب غريب، يعصون الله ويكبرونه، يذبحون وليه ويكبرونه. انظر إلى ماذا؟ الإزدواجية في القيم والموقف. إذا نقول بأن أمثال هؤلاء ما عرفوا الله، ولهذا كانوا من أهل الجرأة على أوليائه. ابن زياد عليه لعائن الله عندما أدخل بنات رسول الله إلى الكوفة أدخلهم بحالة مزرية. يزيد بن معاوية وماذا فعل بأهل البيت؟ مروا بهم من بلد إلى بلد، هي الصورة المأساوية ادل على أن انعدام معرفة لله. ساعد الله قلب زينب عليها السلام
فقد كانت روحي فداها تنظر إلى علي بن الحسين وهو على ظهر الناقة، وعلي بن الحسين ينظر إليها، وكلما نظر إلى عمته بكى، وإذا نظرت إليه زينب بكت، فتنادي وولدا وعلياه، وأهل الشام عن اليمين والشمال يتفرجون ويتشمتون. ولهذا كلما نظرت إلى علي بن الحسين بكت ونادت وولدا، وإذا نظر إلى عمته نادى وعمته زينب تعاين وليها والأغلال برقبته فوق ناقمها الزلم قيد وتجري دمعته. ينظر لها ويجر ون وهي تنظر وتنتحب، والحرم تخفي البجا والنوح خاف من الضراب. نادت يا نور عيني ذوبت مني القلب، وهلت دموع وخال يبدي الشكاية العمة. عم يا زينب سفرنا فوق هالهزة الطوي، وانا من كثرة جروحي هذا دم ساقي يسي نحى العظام يركب على الجمال وانا عليل، وهالرجس كل ساعة يضربني ويزجر ناقته. ظلت تنخي ولي فوق ناقتها وتجار، يا زجر بالله دي خفف عن علي من هلقيو. يا فرسان النسوني يا عز ما يعار، من طرفنا ما تخاف الله وترحم حالته. رد على ابن الخنا ومن شاف حال الغيظ زاد، وقال كتر اللي بوجعك وين يا زين العب، قال تحت الجامعة وموضع قيادي والأغلاء، وشال صوته وغابت من الضرب والرويحته، وشال صوته وغابت من الضرب والرويحته. فغدا ينادي والحماد على الثرى يا الله، اللهم تقبل منا اليسير واعف عنا الكثير، لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا كشفته، ولا أسيرا إلا خلصته، ولا غريبا إلا أرجعته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية، وفرج عنا به يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم. والفاتحة لموتانا وموت الحاضرين والمؤسسين ومن مات على الإيمان، ولا سيما الشهداء الأبرار والعلماء الأخيار، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلاة.